طب أسألكوا سؤال حلو. اسأل. ايه الحاجة اللي عمركم ما هتعملوها لو يعني لو على جثتكم، لو عندكم الحاسة السابعة، ايه الحاجة، إيه القرار اللي عمرك ما تاخديه مع انك عندك الباور انك تعمليه يعني؟ يا لهوي، حاجة صعبة قوي. ما هو انا اوريدي عندي الحاسة دي وابتديت تستخدمها واسمع بعض الافكار، صح؟ مين يعني اللي مش محبش اسمع الحاجة في افكاره؟ يعني ايه الحته اللي مش هتستعملي فيها ده، مش عايزه استعملها انا، ما احبش. لا وانا اصلا مش هستعملها. لا تخيل يعني يخش عليك البني ادم لا هنضعف. طب احنا نضعف جامد جدا، بلاش تتكلمي عننا يا شباب. بالذات احنا نضعف يعني، رجاله ممكن اصدقك ان هو استعملوها يعني. انا هيدي تبقى داخل عليا كده فوق قاعده كده مركزه فاسمع افكارها. طب افرض الست اليومين دول اعصابها متوتره، متضايقه مني، عملت حاجه من غير ما اقصد ضايقتها، فهت مثلا تقول فكره كده ما تقيل عليا في عقلي، في عقلها دي تسمعي، ما هتروق بعد شويه. بس انا احب اسمع افكار ابني. خصوصا في مرحله المراهقه. لا هتلاقي سلطه، هتلاقي افكار كلها. لا بس برضه فهمتي حاجه في مرحله المراهقه بس انا لو انا، لان انا نديم برضو واولادنا كلنا، وبكره بنتك كمان لما تكبر ان شاء الله، في مرحله المراهقه بيمروا باوقات بيبقوا فيها منطويين ومنغلقين جدا، وتحس ان في حاجه كتير مضايقاهم وانت مش عارف ايه هي، وهم نفسهم مش عارفين ايه هي، ومش قادر تساعدهم، وبيبقى مش عايزك تساعدهم لانه بيبقى خلاص في مرحله المراهقه دي عايز يقفل على نفسه وهو كبير وشخص مستقل بذاته وعنده اصحابه. في الوقت ده لو اقدر اقرا افكار ولادي دي اكتر وقت حابه. بس انا بحس ان الناس الام عندها ده بتقرا، يعني مش شرط تبقي عارفه الموضوع بالظبط، بس انت عندك حته ايه ان هو صح. عندنا الحس الحين احنا عندنا الملكه دي او الحاسه دي مع اولادنا طبعا يعني بنسبه كبيره طبعاً. يعني صح. لا بنقرا. طب انت بتقرا افكار بنتك يعني تحس بيها وتقرا افكارها مين لسه عندها افكار دي بتفكر في لا يعني خلاص حفظت بقى يعني الامهات بيعملوا كده مع اولادهم سواء بنات او اولاد. بحس عندي بقراها بقرا دماغها يعني. بس ده ذكاء عاطفي كمان، انك تعرف تتواصل روحيا مع مع اللي قدامك. صح. بنتك مراتك تفهم الناس، عندك فراسه فتبقى صح. متواصل صح. من هنا ممكن تقرا الافكار، يبقى عندك حد كبير. طيب احنا كده هنختم. روح انا مروح طبيعي. خلاص كده يعني الحمد لله على الحواس اللي ربنا مديها لنا. ربنا مدينا بالظبط يعني ال 24 ايراد مظبوطين كلنا، ومش عايزين حواس زياده ولا هو احنا كده راضيين قوي. احنا زي الفل احنا زي الفل. واتش ات.